الف الف مبروك. الف مبروك يا ايمن، مبروك لمجلس اداره، مبروك لجماهير النادي الاهلي. هو الاهلي من حضر وتقول لك في بدايه الاستوديو اللي بيلبس شيرت النادي الاهلي عارف قيمته، عشان كده بيأدي اقصى حاجه. هنتكلم فني طبعا، لكن لازم كل الاشاده بالناس اللي موجوده والناس اللي لعبت ومستر موسيماني واداره المباراه وكل اللعيبه ادوا اقصى مجهود النهارده. كان في بقى التخوف ان ممكن بدنيا تقع، لكن الروح بتغطي على اي حاجه. جماهيرك اللي في الملعب دي بتخليك تجري حتى لو انت مش قادر تتنفس. فالف الف الف مبروك للعيبه النادي الاهلي رجاله، وتستاهلوا مكسب النهارده. وكده احنا ان شاء الله ضمننا على تالت ورابع، ربنا يكرم ان شاء الله وتوصل لابعد من كده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا.